الفيلم هو قصة صحفي يكتب عن الروابط التاريخية بين يعني جهات المملكة. البوليزاريو لا يعجبها ذلك لأن ربما مقالته تصل إلى عموم الناس، فارتأوا أن يختطفوه في سنوات الثمانينات، وهي توثيق لما حصل في سنوات النقاش الذي دار بين هذا الصحفي وجلاده، يعني وكأننا دخلنا إلى فكر الجلاد وإلى مخيلته. فلأن الصحفي استفزه وقال له لو كنت في المغرب لكان حالك أفضل من حالي. هذا الاستفزاز جعل هذا البطل يذهب لأنه هو في نهاية المطاف لديه إجازة في التاريخ، فذهب بمخيلته إلى مرحلة الشيخ العينين وأحمد الهيبة وإلى مرحلة ما قبل ذلك إلى جده الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش، لنربط كل هذه العلاقات وكل تلك الأشياء التي استذكرها واستحضرها، يعني خولت للمشاهد أن يكتشف هذه الروابط ليست فقط العرقية بل حتى الصوفية. وهنا تتداخل الأحداث وتتداخل المواقف والشخصيات والأنساب، لأن من الصعب جدا أن نأتي وأن نقول أن المغرب به أمازيغ وصحراويون والريف والسوس إلى آخره، لا بالنسبة إليه هي تركيبة فسيفسائية تعتقد أنها منفصلة لكنها متصلة جدا، تتلألأ وتتولد أشكالا تماما كتلك الفسيفساء التي ننظر إليها. هذا بالضبط ما يحاول الفيلم إيصاله. طبعا أنا أعتقد هو أول فيلم من هذا النوع لأنه يجمع كل يعني اللغات المغربية من أمازيغيات أقول وحسانية ودارجة، وكذلك اللغة العربية وكذلك اللغات الأجنبية، لأن هناك محاولة تدخل فرنسي وإسباني في قضية الصحراء. يعني تحدث سابقا وحتى يعني ربما هذه الأشياء لها انعكاسات على الوقت الراهن، كل هذه المسائل، لأنني في نهاية المطاف أود أن أوصل أننا لسنا في الجيتو، يعني أنك مثلا هؤلاء عرب وهؤلاء أمازيغ وهؤلاء حسانيون، لا، فمناطق الصحراء تتخللها العديد من القبائل الأمازيغية، كما أن مثلا منطقة جبالة مثلا تجد مثلا بعض القرى الأسماء القرى هي من 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 سوس، أم زفرون أسردون أكذا، ولكن هم أندلسيين جبالة، فهمتي؟ فمن الصعب جدا مثلا الناس من أكادير الأصول السوسية ذهبت في معركة واد المخازن في القصر الكبير وبقوا هناك العديد من الناس لدون بقى، فهنا يعني من الصعب جدا أن تأتي وأن يعني تقدم المغرب على أنه جيتوهات أو على أن هناك، لأن هذه مسببات التقسيم ومسببات فنحن الحمد لله يعني تجد مثلا فقط مثلا عائلة العروسيين أو قبيلة العروسيين، تجد مثلا في تطوان وطنجة يعني أبناء العمومة العروسي الله يرحمه الفنان الطقطقة الجبلية، يعني نفس الأصول الصحراوية، فبالتالي كيف يمكن أن نقسم هذه البلاد بهذه النظرة الاستعمارية البسيطة إنه نريد أن نفككها. اشتغلت مع سي ربيع الجوهري على هذا الفيلم بعد ما قريت سيناريو طبيعة الحال، وعجبت كثيرا بسيناريو الفيلم، وخصوصا الشخصيه اللي تسندات ليا واللي هي شخصيه محمد البطل واللي هي شخصيه مركبه ومصاب بمرض ديال ثنائي القطب، كيحاول يعني فهاد الشخصيه لقيت يعني واحد المتسع وواحد الفسحه باش يمكن لي نقدم مجموعه من يعني المواقف الدرامية اللي جات من يعني على طول الفيلم، واللي كانت قد تجاوب عند يعني المشاهد، وهذا هو يعني الجائزة بالنسبة لي، هذا هو يعني فائدة من تقديم هذا، يعني كان تجاوب ديال الجمهور وعجبوا كثيرا بالفيلم بالأداء ديال الممثلين بشكل عام وبالشخصية اللي قدمت، وأيضا في المهرجان الوطني للفيلم بطنجه ومجموعة من يعني المحطات اللي تعرض فيها الفيلم، كان دائما كيكون الإشادة بالفيلم
وهذا يعني كان واحد المشروع اللي اشتغل عليه سي ربيع الجوهري مع واحد المجموعه فنيه وطاقم تقني، واللي تكاتلت فيه وضافرت فيه الجهود باش يمكن يكون هذا العمل في المستوى اللي هو الفيلم ديال سيكا.